الفينيقيون والقرطاجيون في المغرب. تمكن الفينيقيون والقرطاجيون من احتلال أجزاء من المغرب. فينيقيا كانت عاصمتها بعلبك بلبنان، وقرطاج عاصمتها إفريقيا أي تونس حاليا. المغرب لعب دور الوسيط التجاري بين فينيقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. عرف الفينيقيون بالتجارة وأسسوا عدة مدن تجارية منها طنجيس أي طنجة اليوم. دخلوا المغرب حوالي القرن التاسع قبل الميلاد. أما القرطاجيون فهم من الفينيقيين الذين فروا من مدينة صور إلى تونس وأسسوا قرطاجة سنة 814 قبل الميلاد. تمكن القرطاجيون من طرد الاحتلال الفينيقي من المغرب، وأسس حانون القرطاجي عدة مدن بالسواحل المغربية مثل تيماتريون وجيطة وأكرا، واعتمد نشاطهم على التجارة وبيع المواد المصنعة والأسلحة مقابل مواد أولية. وأقام القرطاجيون بسواحل المغرب عدة مصانع لتصبير الأسماك. تعلم الأمازيغ لغتهم وتأثروا بعاداتهم كاستعمال الحناء والكحل وأنواع الحلي والملابس، وأسسوا مدنا ووسعوا أخرى مثل طنجيس وأصيلة وليكسوس وتاموسيدا وسلا كولونيا. كان القرطاجيون يتاجرون مع سكان المغرب عن طريق المقايضة. شكل وصول القرطاجيين والفينيقيين إلى المغرب فرصة لاكتشاف المغاربة القدماء صناعات وعادات جديدة أضافوها إلى ثقافتهم الزراعية.